السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا جدا كالعادة من اخر فيديو نزل لكم على القناة. زي ما شفت الصورة كده هنعمل شاورما مع بعض من الالف للياء. هعملها بطريقة سهلة وسريعة وهقول لكم طرق سهلة جدا ازاي تعمل الشاورما في اسرع وقت وتخلي التتبيلة معاكي جاهزة تحت في التلاجة او في الفريزر تنجز معاكي في الوقت. الوصفة سهلة جدا وسريعة ومش محتاجة غير صدور فراخ. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا 3 كاسات من الدقيق، عليهم كاسة معلقة واحدة من الحليب البودر، وعندي معلقة خميرة في الجنب. ده هنا كده انا بوريكم الحليب البودر، لو حابة تحطي توم بودر براحتك جدا وبصل. هنا عندي بقى معلقة الخميرة، هضيف عليها معلقة من السكر عشان نوعية الخميرة دي انا كنت جايباها جديد فقلت هجربها هشوف شغالة ولا لا. دي انا بعمل كده عشان اي نوعية جديدة من الخميرة بحب اعمل الحركة دي عشان ما بوظليش العجنة كلها او الخبيز كله. هنا بقى هقلب الخميرة مع السكر وهغطيهم مع بعض واسيبهم في جنب لحد ما اشوف الخميرة اتفعلت ولا لا. دي نصيحتي لاي بنوتة يعني لسه جديد في الخميرة او جايبة نوعية خميرة جديد او مكان جديد لسه ما تعرفيش نوعية الخميرة فيه، فاعملي الحركة دي وشوفي الخميرة شغالة ولا لا. بس كده اول ما هتشوف الخميرة اتفعلت هحطها على الدقيق وهزود مية على حسب ما تلم معايا العجينة. طبعا التلات كاسات دقيق بتاخد كاسة ونص من المية. هبدأ بقى اقشر البطاطس. انا غالية مية على النار عشان لما اقشر البطاطس وخلصها هحط البطاطس فيها. هنا بقى عندي العجينة هي لمتها زي ما انتوا شايفين، بس ضفت مية ولمتها لحد ما بقت البولة عندي نظيفة. كده بقى العجينة بقت تمام مش محتاج اي حاجة. هنا البطاطس اهي، المية بس حاطة فيها معلقة ملح صغيرة ومعلقة خل، وحطيت البطاطس فيها بس ثواني كده بسيطة وهشيلهم وهصفيهم. الخبز عندي اهو، طبعا انا بعد ما بعجينه كده ما بخلوش يخمر كتير الصراحة عشان انا مش عايزاه خبز منفوخ. هتقولي طب حطيت الخميرة ليه؟ هوريكي دلوقتي انا حطيت الخميرة ليه. انا هحطها هنا وهبدأ اقسم دي لنصين، وكل نص هبدأ اقسمه الكور. هتعمل معاكي من 10 كور ل 12 كورة على حسب سمك الخبزة نفسها وعلى حسب حجم الخبزة. طبعا العجينة الخبزة نفسها انا ما بحبهاش لا كبيرة ولا صغيرة، انا بحب الخبزة متوسطة ان لما ياخدها طفل ولا حاجة ما يرجع لكيش منها باقي، ما تبقاش مقطومة، يعني اللي هي تبقى كل واحدة كده قطعة، تبقى كل واحدة كده قطعة بحالها، يعني ما تقعديش بقى تتضايقي انك هتقعدي تقطعي الطفل ولا حاجة، لا انا بحب الطريقة دي. هبدأ بقى اكورهم واحطهم عندي في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، يا رب يكون واضح. طبعا انا في الوقت اللي هي بتتكور فيه دي بكون بجهز بقى البطاطس عشان اقليها. هوريكم دلوقتي البطاطس، بكون بجهز البطاطس عشان اقليها على ما دي ترتاح شوية اكون خلصت البطاطس وهبدأ بالشاورما. البطاطس اهي حطيت الزيت على النار عشان بقى ابدأ اجهز البطاطس بتاعتي وهشوف انا هعمل ايه في البطاطس. هنقل البطاطس وعندي على الحلة التانية حط صدور الفراخ. هبدأ بس تاخد صدمة كده زي تشويحة او صدمة، وبعد كده هبدأ انزل بالبصل. طب لو انت عايزة تعملي صدور الفراخ قبلها بيوم هتتبليها ازاي؟ بصي يا ستي، هتجيبي بصلاية، طماطماية، قرن فلفل حراق، معلقة خل، بهارات بقى بتاعتك سواء عندك بهارات الشاورما او البهارات العادية، وهتحطي بقى الحاجات دي في الكبة وهتضربيها في الكبة. هتكوني مقطعة صدور الفراخ وبعد كده هتنزلي بالتتبيلة دي على صدور الفراخ وهتسيبيها قبلها بليلة او ممكن تحطيها في الفريزر عادي جدا. انا هنا بقى كده شوحت الفراخ ونزلت عليهم بالبصل الجوانح وبقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بعد كده هسيبها مع بعض لحد ما تبدأ تدبل في بعض كده، وبعد كده هبدأ اضيف الفلفل البهارات. الاول البهارات خليها تاخد ريحة معاكي. البهارات اللي انا ضفتها، عندك بابريكا ضيفي، ما عندكيش حطي البهارات بتاعت اللحمة او الفراخ، حطي توم بودر، ملح وفلفل اسود، بس ما تكتريش في البهارات. وبعد كده هحط معلقة سماق. السماق بتديها لون حلو وبتديها مزازة نفس اللي كأنك شاريها بالظبط من بره. تمام كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
اهو معلقه السماق حطيتها اهي، وهبدا اقلب. طب انا بعمل بحط ليه التوابل؟ بقلب عشان تطلع ريحه التوابل، بتدي طعم حلو. لما ريحه التوابل بتبقى طالعه او ظاهره بتدي طعم حلو جدا، ريحه التوابل للاكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدا اضيف الفلفل الملون وهاديها لفه كده واحده بس وخلاص، هطفي عليها النار، مش هزود اكتر من كده عشان الفلفل ما يتبلش معايا. خلاص كده يبقى انا كده خلصت الشاورما معاها. طبعا التتبيله اللي بقولك عليها دي انا بعملها كتير جدا وبتبقى في الخلاط وبتبقى حلوه جدا للشاورما. هبدا هنا بقى الخبز اهو، فردته معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الخبزه ما تخليهاش سميكه، لانك لو حطيتيها على الصاج سميكه هتبقى عامله زي الخبز العربي بتاعنا المنفوخ، ولو رققتيها قوي وحطيتيها على الصاج هتبقى عامله زي الرقاق، فالخبزه تبقى رقيقه ولا تبقى رقيقه ولا تبقى سميكه. الصاج تبقي مسخناه قبلها، والنار تحت منه تبقى متوسطه، ولا عاليه جدا ولا واطيه جدا، لان لو واطيه هتنشفهولك ومش هيستوي بسرعه، ولو عاليه هتحرقه وهيبقى القلب بتاعه معجن بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. شايفه انا فردتها اهي، بحاول اوريكي. طبعا انا بفرد بقى الكميه كلها جنب مني في صينيه. لو عندك الرخامه حطي على الرخامه مفرش سفره وافردي وحطي عليها. بعد كده هتبداي بقى تحطي على الصاج اول واحده انت فردتيها. يعني انا ليه بقى لما فردته انا خليته يرتاح وهو متكور، وهبدا افرده تاني دلوقتي واخليه يرتاح. طبعا الجو حر فمش مش محتاجه انت بقى تخليه يخمر ويقب معاكي، عشان انت مش هتعملي خبز منفوخ بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. شايفه انا بحاول افردها. اللي هتسال انا عامله المردانه ليه كسر الحته دي، عشان انا بحب افرد على الصينيه، عشان بعد كده بغسل الصينيه فبيبقى الفرد اسهل يعني على الصينيه. ببدا اشيلها من الدقيق واحطها بقى ورا عشان اخليها ترتاح شويه. لما بترتاح بتبقى العجينه معاكي بتستوي اسرع، بتبقى يعني بتبقى طعمها حلو، مش بتبقى ناشفه معاكي. طبعا انا بحط في الصينيه في الصاجه اللي في الجنب دي اول واحده، اما تطلع اول واحده بحط اللي فردتها تاني واحده وتالت واحده. اللي لسه فردها جديد بخليها لحد ما اخلص اللي خلصته الاول. زي ما قلت لك الصاجه تبقى سخنه، لما تيجي تحطي عليها الصاجه تبقى سخنه ما بين كل واحده وواحده. امسحي الصاجه، خلي كل واحده دقيقه على كل جنب كده. اول ما تبدا تطلع فقاقيع معاكي ابدأي اقلبيها على الجهة التانية. طبعا انا هخلص كمية العجين كلها وهوريكم ازاي بقى بفرد العجين. انا بحب اطلع الكمية الاول على الصينية وبعد كده اشطب المطبخ، يعني بيبقى بس الباقي التسوية. يعني وانا بسوي ببقى غسل المواعين، بغسل المواعين، وانا بسوي بشطب المطبخ يعني. فزي ما انت شايفه كده يعني بتعملي حاجتين في وقت واحد. في بنات قالت انا ما اقدرش اعمل حاجتين في وقت واحد، خلاص استني البطاطس لما تخلص والشاورما لما تخلص، وبعد كده اعملي الخبز. وانت بعد ما تخلصي الخبز اغسلي المواعين، لما تطلعي من المطبخ خلي المطبخ يبقى وراكي نظيف، لان لو المطبخ وراكي في كراكيف في المطبخ ومواعين بصراحه بحس بعد كده انك ماليش كيش نفس تعملي حاجه. الافضل انك لما تطلعي بره خلاص المطبخ متروق كله، يعني العشاء جاهز والحوض نظيف ما فيهوش حاجه، يبقى بس المواعين اللي هم كلوا فيها هي اللي هتتغسل بس كده. اعذروني لو انا برغي كتير معاكم يعني. انا بشيل بقى الخبز، الخبز اللي بشيله بحطه على صينيه وبغطيه بفوطه مطبخ عشان ما ينشفش معايا. هو كده كده اصلا مش هينشف لان العجينه مرتاحه والخبز مرتاح. هبدا بقى بعد كده اوريكم دلوقتي قد ايه انا هعملها ازاي. اعذروني ان انا وقفت شويه في الحته دي، انا حبيت اتكلم معاكم. الخبز اهي شايفين. الصاج هتقولي لي شكله كده ليه؟ لان الصاج عندي انا اشتغلت فيه، الفيديو ده كان قديم فاشتغلت في الصاج ده، كنت بعمل خبز، انتوا كنتوا عارفين يعني فتره رمضان والحظر وكده، فكنت بعمل فيه خبز يعني شبه يومي. ده شكل الخبز اهو شايفين. اول ما بيبدا يعمل فقاقيع بقلبه على الجهه التانية بيستوي معايا. لو انا بقى مسمكه الخبزه هتلاقيه نفخ وبقى عامل زي الخبز البلدي بتاعنا. ده شكل الخبز اهو بقى كويس. ببدا بقى اشيله وبحطه جنب مني على الصينيه وبحط اللي بعد منها. طبعا بتبقى عيني على الخبز وانا برتب الدنيا حواليا. هبدا بقى احط اللي بعده و
اهو بالشكل ده بالراحة جدا، شايفة اول ما بتحطيه بتلاقيه على طول استوى معاكي. ده شكل الخبز اهو، وده شكل الخبز. هبدأ بقى اعمل سندوتشات الشاورما. هبدأ احط شوية من الشاورما، كاتشب ومايونيز، لو اللي عندك بيحب خردة تحطي، وحطي مخلل جنب منها، وحطي شوية من البطاطس. طبعا حلاوة سندوتشات الشاورما ان ما بتبقاش مليانة جدا من اللحمة دي اللي انت بتشتريها من بره. حابة تمليها في البيت وتخليها زي اللي بره براحتك. بحط بقى بقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل جنب منها سلطه سيزر. السلطه اللي انا عاملاها دي ملفوفه عاديه، بشراها. حابه تحطي جزر، حابه تحطي براحتك. مش متوفر جزر مش مشكله، حطي الملفوف اللي انت بشراه، معلقه كاسه زبادي، معلقه مايونيز، توم بودر وبصل بودر، وحطي معلقه عسل بدل السكر، وقلبيهم كده، وحطي معلقه خل. كده انت تكوني عملتي السلطه. بس كده يا رب الفيديو يكون عجبكم، عملت لكم شاورما سهله وسريعه من الف للياء، بدون ما تاخد مننا تكلفه وبدون كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك، شير الفيديو عشان تشوفوا اكبر عدد ممكن، وسبسكرايب فعلوا زر الجرس. مني انا ومن قناه، بتمنى للجميع يوم سعيد، هقول لكم في حفظ الله ورعايته، مع الف سلامه. باي باي.